السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو عمل جدارية أو ديكور في حائط باللون الرصاصي، وتعالوا نشوف بالخطوات هنرسمه ازاي ونبدأ. بسم الله. أول حاجة يا جماعة، الحائط بتاعنا مدهون بلاستيك نص لامع، نوع الخامة يعني بلاستيك نص لامع، درجة اللون رصاصي فاتح. وببدأ أعمل مقاس معين باللزق التيب، وأبدأ ألزق اللزق دوت طولي شرايح كأني هعمل ستارة، هي اسمها ستارة بيسموها ستارة أو ريهات بالطول. وببدأ أرش على يمين اللزق، يعني الرش بتاعي على يمين اللزق. الأسطى رمضان ياسين هو اللي بيرش دلوقتي، وهو اللي لزق اللزق، وهو هيعمل شغل كتير في الجنب، وأنا هاجي هرسم الستنسل بس. يمكن هو بيجهز لي الشغل قبل ما أجي. من الناس المجتهدة وشغله كويس ان شاء الله. بس المسدس المرة دي ما اسعفوش، يعني ما عطلوش الشغل اللي في دماغه، كان في مشكلة في المسدس وهو كان في مكان بعيد، فاضطر ان هو يشتغل بيه يعني. بعد ما رشينا اللون الرصاصي على يمين اللزق، على اليمين فقط لغير، تمام كده. طبعا هتلاحظوا ان في اماكن تقيله واماكن خفيفه، دي الموضوع ده هيتلاشى بعد ما يدي غبره خفيفه من بعيد، ان هو يعمل تسيح شويه في اللون. بعد ما بيرش الرش كله هيبدا ان هو يشيل اللزق من مكانه، عشان ما ينفعش يسيبه كتير عشان ما يلزقش الصابس الألفين، ممكن يشيل منه. طبعا شال اللزق وبدأ يعمل دواير، سواء بقى بغطا جردل او باسطمب الدواير او بأي حاجة، اي دايرة اعلم بيها وابدأ ان انا املى الفراغ بتاع الدايرة دي. طبعا الدواير بيعملها في اي مكان، بوزعها توزيع عشوائي يعني، ما بمشيش بنظام معين، بحيث واحد يقول لي لا هي تيجي فوق اللزق ولا بعد اللزق ولا ايه، لا هو بعد ما بيشيل اللزق خالص بيبدأ يعمل الدواير، بيوزعها على الجنب بأي شكل هو يعجبه. طبعا لو عطى وش وليه ان الوش دوت مش ساتر معاه، بيدي وش تاني علشان يخلي اللون يبقى ساتر معاه، خصوصا اللون الابيض يعني. كل الخامات والالوان المستخدمة في الجنب دوت هي بلاستيك نص لامع، بلاستيك نص لامع، تمام. طبعا الوسط رمضان ياسين هو اللي شغال لحد دلوقتي، انا ما اشتغلتش. بيبدأ بعد كده يدي غبرة باللون الأصفر على الدوائر. ملاحظين يا جماعة، عطى تغبيرة باللون الرصاصي تحت الدائرة البيضة، وبعدين عطى وش أبيض تاني، وبعدين غبر، عمل غبرة كده بسيطة باللون الأصفر. بيجي بقى أنا شغلي إن أنا هرسم استنسل على المكان دوت. طيب الستنسل عبارة عن خطوط او فروع رئيسية، اللي انا الفرع اللي انا بعمله دلوقتي بتقوس بميل كده، طبعا رفيع من فوق وتخين من تحت، كأني هعمل جذع شجرة مثلا. والفكرة كلها هي فكرة رسمة واحدة من اللي انا هعملها، والباقي كله هيبقى نفس الشكل ونفس النظام. يعني انا رسمت الفرع الاولاني في الاتجاه دوت او في التقوس دوت، الفرع التاني هيجي بشكل تاني او بميل تاني، ولكن هي الفكرة واحدة مفيهاش تجديد. الجنب سهل وبسيط واي حد يقدر يعمله. ببدأ احدد سنتر او راس الستنسل، وابدأ اخد خطوط متجمعة على النقطة دي اللي هي اخر الفرع الرئيسي، تمام. طبعا الاطوال يفضل ان انت تعملها ما هيش مقاس واحد، علشان تبان الشكل العام بتاعها. واعذروني برضو لو الاضاءة كانت مبوظة معايا التصوير، معرفش ايه موضوع الاضاءة اللي بيبوظ معايا التصوير. والله في فيديو لسه ما منتجتوش، ما عملتوش مونتاج، وبرضو الاضاءة مبهدلة الدنيا فيه بسبب انعكاس الضوء نفسه، او الحساسية بتاعت العدسة بتاعت التليفون هي اللي ظلمانه معاها صراحه. بس بنحاول بقدر الامكان يعني. ببدا اخد الخطوط ديت كاني هعمل حاجه زي ايه، زي الفلاش كده، كاني عملت رسمت رسمه فلاش. وممكن اخدها اطوال
وتر مثلا، ان انا اعمل الخط يعدي على مركز الرسمة ويعدي الناحية التانية. طيب خلصنا الخطوط، بعمل خطوط رفيعة في النص او فواصل او اطول فرع او اقصر فرع زي ما انا عايز، بحيث ان هي يدي شكل شبه دائري، مش هنقول دائري. وفي نهاية طبعا انا مش شغال بلون فضة يعني مش شغال بلون تاني، هو لون اسود فقط لا غير، لون اسود فقط لا غير، ولكن الاضاءة هي اللي عاملة انعكاس فيه يبان كأنه فض. ببدأ اعمل سبعة وخط في النص، هي تشبه رجل الفرخة كده يعني اطراف معينة كأنها يعني رسمة لوردة بسيطة جدا ومصغرة، حاجة ثلاثية كده، خط يمين خط شمال خط في النص، بعمل بيه يبان معايا كأنه زي الشوكة او زي الوردة البسيطة الصغيرة. تمام، بكملها في باقي الدايرة كلها، هي نفس الفكرة ونفس الموضوع يعني. طبعا هي اللي استخدمته في الاستنسل دوت، هي فرشة واحدة، فرشة من فرش الاستنسل، لكن انا بقص الفرشة من ورا علشان ما حدش يقول لي ده فرشة الاستنسل اللي هي بتاعت انجلو ديت اللي هي اسمها انجلو، مش قصيرة كده، ده طويلة، هي فعلا بتبقى طويلة، بس انا بقص الفرشة من الاخر علشان لما اجي احطها في الشنطة لو اتزنقت الشعر بتاعها بيبوظ. كل الفروع اللي هتتعمل وكل الشكل اللي هيتعمل هيبقى بنفس الشكل دوت في كل الجنب. تعالوا ننفذه في كل الجنب ونشوف الشكل العام بتاعه هيبقى ايه. بيتم التنفيذ سواء الفرع نفسه قاطع للكرة اللي موجودة او فرع مستقل لوحديه او بعيد عن الكرة، انت اللي بتتحكم في الفرع اذا كان هيجي على الكرة او بعيد، ولكن انا هنا كنت بتفادى ان الفرع يبقى بعيد عن الكرة، حتى الفرع اللي جاي ممكن يبقى ايه مقطوع. طيب بعد ما نخلص الفروع، مسدس الرش فيه لون اسود، وابدا ادي عفره في النص، بدي غبره كده بحيث ان هي ما يبانش معايا التجميعه بتاعه الفرشه، يبان معايا غبره كده على ايه حاجه ضبابيه كده في النص، بحيث ان انا اعمل ارتكاز اكتر للفروع وتبقى متداخله بشكل كويس وشكل ايه ما فيهوش يعني تكلف او حته معوجه او الدايره اللي في النص باينه، لا بيبقى فيها غبره كده ايه بشبه دايره كده، حتى وانا شغال هتلاقيني بعمل دايره بالمسدس، مسدس الرش ده لون اسود من نفس درجه اللون اللي انا شغال بيه، هي برضو بلاستيك نص لامع سواء سايبس 2000 او جيليتكس اي نوع يعني. بخلص الغبره اللي هي باللون الاسود ديت، وببدا اغسل المسدس الرش تاني واحط لون ابيض، وببدا اعمل النقط دي بمسدس الرش، شايفينها يا جماعه نقط كده، احاول ان انا اظبطها متساويه في قلب اللون الاسود طبعا بعد ما ينشف علشان يدي معايا سنتر الورده او الشكل العام بتاع الفرع اللي احنا عملناه دوت. كذا نقطه وفي قلبيهم نقطه، كل ده بمسدس الرش فقط لا غير. طيب مسدس الرش بقى هيعمل معانا شغل تاني، اللي هو الفلاش باللون ابيض كده على الاماكن الغامقه، بحيث يدي اناره معايا في الجنب شويه، لان حسيت ان الجنب غامق او اللون الرش اللي احنا رشناه الرصاصي الغامق، الرصاص الغامق حسيت انه اغمق من اللازم، فده يبقى هو خفيف عن كده شويه. فببدا بمسدس الرش بفتح البنتة شويه بحيث يدي عفره معايا، وافتح الهواء وادي فلاشات ونقط كده في كل الاماكن بحيث ينور معايا الجنب شويه. هو يفضل ان انت تعملها باللون الابيض عشان ما تعملهاش بلون تاني، يبقى انت كده طلعت بره الالوان اللي موجوده في التصميم او في الديكور نفسه. وزع فلاشات في اي مكان انت عايزها، الحتت اللي انت حاسس انها تقيله بزود فيها بحيث اكثر
الغمقان بتاعها شوية. خلاص بعد ما بخلص اللون الابيض فلاشات هبدأ اعمل فروع او اوراق في السقان اللي موجودة ديت بتاعت الفرع نفسه الرئيسي. فرع كده بسيط جدا بالفرشة الانجلو، فرع من فروع الاستنسل او ورقة من ورق الاستنسل، بحيث اشغل بيها فراغ موجود في المنطقة دي. يعني المنطقة دي فاضية، لما برسم فيها الورقة ديت بتظهر معايا ان انا قفلت فراغ، وفي نفس الوقت عطت معايا شكل جمالي كويس في المكان دوت. وبس يا سيدي، وبكده يبقى الدرس بتاعنا خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.